عزيزي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها خلال شهر أكتوبر، وتمثلت التوصيات في الآتي: أولاً أهم العمليات، أولاً المحافظة على انتظام الري خلال الموسم وعدم الإسراف في الري أو التعطيش، ثانياً التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وبداية الخدمة الشتوية وتنزيل الكومبوست والأسمدة، ثالثاً فحص النموات لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، رابعاً الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر، خامساً جمع الثمار المتساقطة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق، ثانياً عمليات التسميد. تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان في الرية الأولى، الاهتمام بتسميد البوتاسيوم بمعدل 2 كيلو مرة في الأسبوع، وفي الرية الثانية 1.5 كيلو سلفات نشادر بإضافة 1.5 كيلو من سماد مركب 19-19-19. ثالثاً برنامج الري. أولاً الأشجار التي تروى بالغمر في فترة نضج الثمار، حيث تبدأ علامات التلوين الخارجية على الثمار مع استمرار الزيادة في الحجم، تحتاج الأشجار إلى كمية قليلة من الماء عنها في الفترة السابقة، مع ملاحظة أن تعطيش الأشجار تعطيشاً مناسباً يساعد على الإسراع في تلون الثمار. كذلك يلاحظ